بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ عبد القادر الحديث مخصص عن الجبر كقبيلة وكالتاريخ وخلافه. حضرتك لك كتاب باسم تاريخ الجبر والجبرتين. بداية نود معرفة من سبقك في الحديث عن الجبر. طبعا سبقوني ناس كثيرين معرفين سواء كانوا شرقيين أو غربيين، بصفة خاصة الشيخ عبد الرحمن بن حسن الجبرتي المعروف والمشهور ورد المشهور العالم الأذهاني في رواه باسمه مذهب باسمه رواه الجبرتي. دول ناس سبقونا مليات السنين. معنى كلمة جبرت، واتمنى يعني انك تتعمق لنا اكثر في اصل نسب الجبرت. أبو سيد علي وجدهم يعود إلى مسلم ابن عقيل، مسلم ابن جده يعني عقيلين يعني جبر صحيح يعني. قيل إنهم بني هاشم وقيل إنهم بني عبد، لكن صحيح هو عقيلين. وجدهم مسلم ابن عقيل الذي استشهد مع الحسين في معركة كربلاء. في عبارة أو حديث ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أنه عبارة يبر بخاطرنا، وهذا الكلام فيه خلاف، فيه خلاف، وهو ليس بحديث لأن الحديث له راوي إما أبا هريرة أو عبد الله بن عمر، الرواة المعروفين يعني، فما في حديث ينسب إلى راوي بهذا الكلام يعني جبرت جبرون يعني. وفي قصة يتداولونها عامة الناس، يقولون وفد من الحبشة هاجر إلى 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 مكة ويحملون معهم هدايا إلى رسول الله، والرسول كان في أحد غزواته، ولما علموا رسول الله اشتركوا في معركة جانب من المعارك. فبعد ما انتهت المعركة قال لهم الرسول هؤلاء القوم جبروا أصحابي في بلادهم عندما هاجروا إليهم، وهنا جبرونا. من هنا أخذت كلمة. ممكن تكلمنا أكثر أستاذ عبد القادر عن لغة الجبر، حرفهم، عاداتهم، تقاليدهم؟ هذا موجود في الكتاب، موجود في الكتاب، كتاب طويل ده. ممكن نبذه تقاليده وكله موجود في الكتاب، اقرؤوه في الكتاب موجود. لا بس ممكن نبذه قصيره كده من شوف الجبرتيين لغتهم مشتركه بين التجرينيه وبين العربيه، بين الامهريه وبين العربيه، خليط يعني. وحتى لما كانت دوله ايفان جبرتا، دوله تاسست دوله ايفان، كان لهم لغتين، اللغة العربية اللي هي لغة الدين، ها يصلون بها الجمعة والجماعة ويتحدثون بها، ولغتهم المحلية الحبشية، هذه كانت لغتهم. وما زال هذا الكلام موجود لأنه في الإخوان الجبرتيين الموجودين في إثيوبيا يتكلمون الأمهرية والعربية خليط يعني، والموجودين في إريتريا كذلك نفس الشيء. مثلا يقولوا بدل الحمد لله، بدل ما يقولوا مسجن الحبشي يقول ان شاء الله بكره ونؤجل الموضوع ده، يخلطوا فيها يعني السلام عليكم مرحبا بكم، الكلمات الداخلة اصبحت جزء من كلامهم. وعاداتهم وتقاليدهم باختصار شديد لهم عادات معينه، وهم اهل الدين جبرت دول، اصلا هدفهم الأول والوحيد في الحياة هو نشر الدعوة الإسلامية. عشان كده حصل صراع بينهم وبين أعداء الإسلام في القرن الأفريقي مئات السنين وعدة غزوات في سبيل الدعوة الإسلامية. خلاص؟ وكلمة جبرتا معناها المسلم. المسيحي لما يسلم يسمى جبرتي. المسيحي أو الوثني لما يسلم يسمى فين؟ جبرت وجبرت معناها المسلم. بعدين مهنتهم تجارة، هم مش قبائل زي مثلا
قبائل السودان ده شندي وده محسي وده وزي الأمهريين مثلا ده غندر وده شوا وده مين وده أمهري وده تجراي كلام ده ما في كلهم هم ما عندهم قبائل هم يعيشون في المدن الجبرتين أصلا يعيشون في المدن تجاوزوا البداوة والفطرة تجاوزوها دائما يعيشوا فين في المدن ومهنتهم التجارة والصناعة نسيج مهنتهم التجارة والصناعة وهم يتفانون في حدود دينهم هدفهم وغايتهم هو نشر الدعوة الإسلامية عشان كده وجدوا الاضطهاد في سبيل هذه الدعوة من الملوك المسيحيين تاريخ الجبر مع النضال في أريتريا كمثال المناضل الكبير عبد الغادر الكبير طبعا احكي لنا عنه شوية أيوة. عن الفترة دي الجبرتي ونضالهم من أجل الحرية والاستقلال في أريتريا مش كده؟ نعم هو ده السؤال نعم الجبرتيون أولا لما انتهت الحرب العالمية الثانية صدر قرار من الأمم المتحدة حق تقرير المسير لكل الشعوب كويس؟ وبناء عليه استقلت إندونيسيا بورما ده في آسيا كويس؟ أفريقيا كان لسه بدا كان إثيوبيا والإيبيريا ومصر دول ثلاثة اللي كانوا إثيوبيا الإيطاليين احتلوها وعلى سلاسي لجأ خرج من غير الهرب الإيبيريا دي أسسوها الأمريكان من العبيد اللي كانوا هناك عملوا لهم دولة في الإيبيريا ومصر كانت واخد استقلال كانت محتلة تحت احتلال بريطانيا عندها استقلال داخلي فقط دول ثلاثة اللي كانوا في افريقيا كويس بعدين لما حصل صدر قرار من الامم المتحدة حق تقرير المسير لجميع الشعوب التي شاركت في الحرب ضد النازية والفاشية فاشيست موسولين وهتلر لما انهزموا صدر قرار من الامم المتحدة انه كل الشعوب تعبر ما تشاء لا حق تقرير المسير خلاص من ضمن هذا القرار في إريتريا قالوا له انتوا عاوزين تتعهدوا مع السودان تتعهدوا مع إثيوبيا كويس تاخذوا استقلالكم اختاروا قالوا له صدر القرار هذا هذا الاختيار كويس طيب بس بدا في النقطه دي ايوه النقطه دي بالذات دوله الجبر في النقطه دي لما جاء هذا القرار بدا الاتحاديين طالبوا مع إثيوبيا المسيحيين صفة خاصة وبعضهم بعض المسلمين أجزاء يعني أفراد معينين يعني كويس والمسلمون عملوا الرابطة الإسلامية سنة 46 في ديسمبر في مدينة كرم وتأسست هذه الرابطة مبادئها تنادي 10 سنوات تحت الخلفاء وبعدين يأخذ استقلالهم كامل كويس هنا الجبرتة لعب دور كبير كانوا في مقدمة من ينادي بالاستقلال زي ما كانوا الاتحادين يموتوا يا إثيوبيا يموت كذلك الجبرتيين كانوا في مقدمة من ينادي بالاستقلال لإريتريا وعلى رأسهم كبير الستوشي هذا الكبير الستوشي لأنه كان أول من كان يتأهب للذهاب إلى الأمم المتحدة للدفاع عن قضية بلده واغتالوه لأنه كان رجل فاهم رجل يعني مؤهل للدفاع عن ودور الجبرتيين هنا بصفة خاصة عملوا جمعيات عديدة من الشباب أول حاجة كانت جمعية الشبان المسلمين أول جمعية أول جمعية في العاصمة الأسمر أنا كنت واحد ضد فيها كويس أنا أتذكر لما أخذ الهند والباكستانيين نحن علقنا علم الباكستان لأنه دولة إسلامية علقنا في النادي بتاع الشبان المسلمين هذا العلم عشان نغيظ المسيحيين دولة إسلامية ظهرت يعني وتأسست عدة في شباب الرابطة أول شباب المسلمين كانت الأم بعدين شباب الرابطة بعدين جمعية الرشاد جمعية الإصلاح جمعية الخيرية عدة جمعيات من حوالي بلغوا الجمعيات للشباب 19 جمعيات كلهم كانوا يؤيدوا الاستقلال الدولة شعبنا كان مقسم إلى ثلاثة ناس ينادوا الاتحاد مع إثيوبيا
وناس ينادوا بالاستقلال على رأسهم الرابطة الإسلامية، وناس كانوا ينادوا المحاربين القدماء العساكر كانوا مع إيطاليا، كانوا ينادوا مع إيطاليا تشرف عليهم إيطاليا وبعدين يأخذ استقلالهم. لما احتدم الصراع السياسي أصبح الرابطة الإسلامية والمحاربين القدماء وحزب إريتريا الإريتريين ودول المسيحيين كمان، حزب إريتريا الإريتريين المسيحيين بقيادة راس ثمة في أقليم كولومبوسات، ثلاثة دول حزب الليبرالي إريتريا الإريتريين وحزب العساكر القدماء المحاربين القدماء وحزب الرابطة الإسلامية، دول أسسوا حاجة اسمها الكتلة الاستقلالية، ثلاثة ضد مين؟ ضد الاتحادين. وقوى الوقت على أساس نادي الاستقلال ويدافع عن قضية بلد الأمم المتحدة. في ليلتها ثاني يوم في الصباح عزم يسافروا واختاروا أختين كبيرة كان من ضمن الوفد يعني. تعليقك على كتاب تاريخ الجبرتي لعبد الرحمن بن حسن الجبرتي. هذا أنا كتبت كتاب علقت على أولا هو له كتاب اسمه تاريخ الجبرتي. هذا الكتاب بخلاف العنوان، الإنسان لما يقرأ يقول لك تاريخ الجبرتي هيقرأ على جبرتي، لكن الحقيقة يتكلم عن كفاح الشعب المصري ضد الحملة الفرنسية. الكتاب كله منصب الأحداث التي كانت تحدث بين المحتلين الفرنسيين لمصر وبين الثورات التي قامت ضد الفرنسيين المحتلين. كان بيكتب يوميات كل يوم يحدث، كان عندي يوميات الجبرتي. يعني انت لما تقرا يقول تاريخ الجبرتي معناها انت هتقرا عن الجبرتيين، لكن العكس هو كتاب عن مصر وعن تاريخ مصر هو. لكن في نفس الوقت هو ما نساش تاريخ اهله، كتب في المقدمه حوالي اكثر من 20 صفحه عن تاريخ بلده عن اصله ومن هم الجبرتيين ومين هم اجداده وكيف دخلوا مصر. في المقدمه بتاع تاريخ الجبرتي وخمسه اجزاء هو كتب في المقدمه بتاع تاريخ الجبرتي، وانا هديك نسخه منه كتبه انا، عندي مجموعه اسمه كتاب وثائق وحقائق. اول حاجه فيه المغريزي، اثنين فيه تاريخ عبد الرحمن الجبرتي اللي انت سالتنا عليه ده، انا كاتب ملخص اللي كتبه وانا علقت عليه. عندي كتاب فيه كتاب الاسلام والمسلمون في افريقيا، فيه الاسلام في اثيوبيا، فيه عن اريتريا وعن اثيوبيا وعن جبرتا والى اخره. في كتاب في موضوع كتبه واحد فلسطيني درس في جامعه اكسفورد في بريطانيا في لندن اسمه جبرتا في غزوه الحبشه حوالي اربع صفحات. في موضوع اسمه الجبرتا المواطنون الاصليون في اريتريا كتبه واحد ايطالي اسمه عبدالله. في مجموعه جمعتها في كتاب اثيوبيا والعروبه والاسلام، في كتاب الاسلام في اثيوبيا اول دوله اسست في اثيوبيا دوله اسلاميه جبل، كتبها الدكتور احمد يوسف مدير مكتب الاثار. لمحه بسيطه كده عن مملكه ايفات. مملكه ايفات، مملكه ايفات هي ايفات عاصمتها. اولا العصور الوسطى تأسست عدة إمارات إسلامية يسموها العرب الطراز الإسلامي، الطراز الإسلامي كانت من الأفراد. البحر الأحمر ده كان مسيطر عليه دولة الجبرتي، ميناء دولة الجبرتي كان في زيلة، وهي الجبرتي دي من أراضي زيلة، جبرتي نفسها الأرض نفسها أراضي الزيلة. ميناء الزيلة ده كان ميناء بتاعها، ميناء تجاري، كانوا مسيطرين على بعض احتلال وبعض أحمر كان في إيدهم، وحكم يمكن حوالي أكثر من 200 سنة. جبرت بعدين سقطت طبعا الأحباش تآمروا عليهم كأي دولة يعني تقوم ثم تنتهي. طيب فأكبر دولة كانت
شوف من ضمن الأمارات اللي كانت معاصرة لدولة جبل حسب تعريفها هدايا البنت دارو كار بالي دارو سبعة أمارات لكن أقواهم كانت دولة أقواهم كانت كان عندها جيوش كان حوالي عندها 10 آلاف فارس يركبون الخيول لا قوة كانت هددت حتى تأخذ الحبشة. ممكن تحدثنا عن لقاءك في المملكة العربية السعودية مع الشاعر محمد بن شريف الجبرتي؟ أيوة هذا الرجل له قصة مريحة يعني. أنا باعتباري مدرس لغة عربية كنت بفتح ركن البادية الإذاعة السعودية كل أسبوع يجيبوا ركن البادية الشعراء يتناولون فيها أصاليبهم فكنت بفتح عشان أعرف اللهجة السعودية وأفكار الشعراء ماذا يقولون عما يتحدثون ففتحت من ضمن يوم من الأيام وأنا بسمع المذيع قال والآن نقدم لكم محمد بن شريف الشاعر الكبرتي بس أنا أخذت هذا العنوان رحت جدة أخذت عنوان ودوني عنوانه في وادي فاطمة من مكة أبعد 10 كيلومتر رحت له هذا الرجل تعرفت عليه قلت له انا فلان مدرس في جنبكم هنا في خليس وادي فاطمه اسمها خليس انا كنت في خليس مدرس فقال لي اهلا وسهلا تعرف بي وارحب بي وقال لي طلبك ايه والله قلت له انا عاوز معلومات عن الجمركه في السعوديه قال لي انت منين؟ قلت له انا اريتري يعني حبشي قلت له انا حبشي أنا من أسمرك وكلم أحمد النجاش يعني قلت له أيوة أحمد أنت جبرت أحمد قال لي بنفسي يعني طيب أنت عاوز يعني شوف بالمناسبة قال لي في عرس في البلدة اللي أنت فيها كويس وأنا حاجي بعد أسبوعين وبعد الشعراء هنعمل إيه قصائد في هذا العرس حضر لي أسئلة بتاعتي ما تريده سؤال الإجابات يعني تكتبه في أسئلة وأنا مستعد أرد عليه خلاص فعلا أنا حضرت أسئلتي وجي الراجل كما وعد حضر الزواج وعدنا مع واحد ابن من التلاميذي قلت له حضر لي قهوة وتمر وحاجات دي عشان جايين نضيف في بيته رحب به هو كمان فعلا وعمل لنا كل جهازنا كله وعد حدثت له الاسئله موجود في الكتاب يمكن 7 أو 8 أسئلة وجاوبت عليها مشكور يعني طيب في السؤال الاهم او السؤال المهم لكل جبرتي هل الجبرت قبيله ام قوميه ام ماذا؟ ايوه كلمه جبرت زي ما قلت لك لفظة حبش عبد يعني ومعناه لفظة حبش ومعناه عباد الله فالجبرتيون لا ينتمون إلى قبيلة مثلا زي قبيلة تميم وجهينة وربيعة وإلى آخره من القبائل قبيلة بني سليم مثلا وحاجات دي لا الجبرتيين يعيشون في المدن ولا ينتمون إلى قبيلة إنما انتمائهم هو للإسلام ولذلك أي يعني العرف الموجود في إثيوبيا وفي إريتريا بالذات الجبرتي معناها المسلم الجبرتي معناها في عرفهم عرف المسيحيين المواطنين اللي عايشين معهم الجبرتي معناها مسلم هو هذا هو الطابع العام المتعارف بين الناس كلمة أخيرة لإخواننا الجبرتة في الدول العربية وفي دول المهجر في أوروبا في السودان كلمة أخيرة منك قولها اليوم أيوة لا شوف الإنسان لابد يعني من الأشياء الملزمة لكل إنسان جبرتي أن يعرف تاريخه لابد أن يعرف أصله منين
وأين يقيم الآن؟ كما قال الشاعر: من وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. لابد أن الإنسان يعرف تاريخه، ده من أوجب الواجب. إذا ما عنده تاريخ ما عنده في العالم، لازم التاريخ ده شيء أحداث. كل مجتمع إنساني له تاريخ أي سواء قل أو كثر. فعلى الإنسان الجبرتي في أي معمور في أي بلد يعيش في المعمورة سواء في أوروبا أو أستراليا لابد أن يهتم بتاريخه ويعرف من هو وماذا يجب عليه أن يعمل. وأنا أدعو كل إنسان جبرتي أن يتعلم ويعلم أبنائه ذكورا وإناثا. التعليم هو الأساس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراد الدنيا فعليه بالعلم، أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. العلم هو الأساس. قال شوقي: يا طالبا لمعالي الملك مجتهدا، خذها من العلم أو خذها من المال. بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبنى ملك على جهل وإغلال. إذن العلم هو الأساس. إذا أردت أن تتاجر لابد أن تتعلم. حتى لو كنت مزارع لابد أن تعرف. العلم هو النور. قال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ العلم هو الأساس. بدون العلم ما تقدر تعمل أي حاجة. ده شيء معروف. أنا أطالب كل إنسان يجب أن يتعلم ويجب أن يعرف حقوقه ويدافع عن حقوقه في أي بلد له لأبنائه. ولا بد لكل إنسان لكل مجتمع جبرت في أي بلد يقيم لأن يعمل جمعيات يناقش فيها مشاكله خاصة. نعم، أرجوهم أن يعرفوا ما لهم وما عليهم كمجتمع، يطالبوا حقوقهم في أي مكان في أي بلد يقيمون فيه. لابد أن يطلعوا عن حقهم ويبرزوا من هم. نعم، الوثيق معروفون في التاريخ بلون قليلا ما نعرف عنهم، لكن لابد أنت لابد عليك أن التزامات حديدة لتعرف نفسك من أنت. هذا هو أطالب به لكل إنسان في بلد أي في أي بلد يقيم.